وين حق الفتاشة؟ نقل لك صلاح حق الفتاشة وها نعمة تبغى تصطادي يو صح هيا ما به وحق اللمس؟ اه قال له حق اللمس صعب نحن عم دخلنا انتر افسريش انتي مرتي ولا ما رايش انتي دارية ها بالمعليق ايوه اين المعليق على القل الذا هنا هنا من هنا من هنا جزاك الله خير لا لا مش هنا وهذا ما هي هذه الخودة حق المرحوم الأول كان مهندس كهربائي الله يرحمه ما جلس معي إلا شهر واحد وتوفي ما وقع به ضربوا الكهرباء مسكين خرج عشان يصلح الكهرباء عاده طلع فوق الكنبة وسرجوا لا ضربوا رصاص ومسكين مات ما ادوا لي منه إلا هذه الخوذة الله يرحمه لا إله إلا الله وهذا الشال حق منه هذا الشال هذا الشال حق المرحوم الثاني مسكين ما جلس معي إلا 20 يوم وتوفي ما وقع به كان في قريتين بتحاربوا وهو صار وسيط عشان يصلحوا بينهم الله يرحمه ما رجع لي منه إلا هذا الشال وخبره أنه مات لا إله إلا الله الله يرحمه يلحقك الله خير يا عتي وهذا الكوفية حق مني هذه الكوفية هذه حق المرحوم الثالث الله يرحمه ما جلس معي إلا 10 أيام وتوفي ما وقع به كان سواق قاطرة جو له عصابة تقطعوا له شلوا عليها القاطرة وقتلوا صار جعل في ذلك الكوفية الله يرحمه ألحقهم الله خير ولا ألحق عتيك خير وهذا الكوفية عسكري حق مني هذه حق المرحوم الرابع الله يرحمه مسكين ما جلس معي إلا 5 أيام وتوفي ما وقعت صار عشان يسلم الراتب لأنه كان عسكري في النقطة عادة هلا وصل حصل انفجار مسكين ما عاد رجعت لي منه إلا الكوفي الله يرحمه لا الحق إن شاء الله خير أنتي وعتيك والله نشد أبوك الله أكبر على دمش ودم عتيك ما هو يا فقي استغفر الله العظيم ما عاد أدفع الشفاعة على آخر عمري